يقترب قبله، هل هذا حديث؟ وهل هناك توجيه حول الزواج من الأقارب في السنة الصحيحة؟ اقتربوا لا تبوا بمعنى تزودوا من النساء الغريبات التي لسنا من أقاربكم، تزودوا من النساء التي لسنا من أقاربكم. لا تبوا يعني لا يسبب الزواج من الأقارب ضعف المواليد. لا تبوا أي لأن لا يسبب زواجكم من القريبات ضعف المواليد. كان هذا معروفا عند الناس أن الزواج من القريبات يسبب ضعف المواليد، ولكن هذا ليس له أصل من الشرع، بل الشرع لا يمنع من الزواج من القريبات الصالحات. وقد تزوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه من بنت عمه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة كانوا يتجاوزون فيما بينهم، الأقارب يتجاوزون فيما بينهم، ولم يسبب هذا ضعفا في مواليدهم ولا له تأثير في ضعف المواليد، وإنما هذا من كلام الناس أو كلام العوام وليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. العجيب أن حتى الأطباء يركزون على هذا الموضوع. شيخ صالح، ما هو توجيهكم لهم جزاكم الله خيرا؟ يقول هذا ليس له أصل، والأطباء يتوهمون. كلام الأطباء ليس بمعصوم. نعم. جزاكم الله خيرا. إذن تنصحونهم بألا يغرسوا هذا في أذهان الناس؟ نعم، ننصح بأن هذه المقالة لا تغذى وتنمى بين الناس. جزاكم الله خيرا.